قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من المصابين من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب والقضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، ويخضعون للعلاج حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي. من جانبهم أكد الضباط والجنود المصابون أن أرواحهم ودماءهم فداء لمصر وشعبها العظيم الذي يقدر تضحياتهم وجهودهم، مؤكدين إصرارهم على العودة لاستكمال مهامهم داخل وحداتهم واستعدادهم الدائم للعمل والعطاء من أجل الحفاظ على الوطن وشعبه العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات. الله أعزر يا إن شاء الله، إن شاء الله، وإحنا كلنا فدى الجيش والوطن، وأنا ما يهمنيش، أنا بس عايز يرجع عشان أخذ بطار زمايله، بس ده اللي عندي اللي أنا عايزه، وأنا لو أنفع أصلا وتسمح لي سيادتك أنا أروح أخدم معك، أقسم بالله والله ده شرف لي، لو مادة في غيره ومادة في غيره برضه ما في عنديش مشكلة. إن إحنا خير أجناد الأرض، وإن شاء الله إن شاء الله هنرجع، هقوم من محنتي دي ونرجع مكاننا. أنا مش لازم أنا أقف على أربع جولة نصف، بس مش طالب ده، لأن أنا دلوقتي مش هقدر أقف أعمل أي حاجة هناك. لو هجمع لهم أطلع لهم ذخيرة دعم أي حاجة، بس إن أنا أروح مكاني وأرجع وأكمل مسيرة إن إحنا نقضي على التكفيرين دول. الله يخليك يا فندم، الحمد لله، واحنا والله لو نقدر نعمل اكتر من كده، يعني احنا يعني قصة عمرنا دي للبلد دي حاجة قليلة. الله ربنا يعين، ان شاء الله ارجع نفس المكان، عشان لسه في كذا حاجات كنا ان شاء الله مخططين هنعملها، والحمد لله يعني ما حصلش نصيب. جيش مصر هو العمود الفقري للأمة العربية من المحيط للخليج دلوقتي. المقاتلين وطنيين عندهم عقيدة الانتماء للوطن، مش لأي تيار ولا الأحزاب ولا زي الجيوش اللي حوالينا. هو كده. عايز أقول لزمايلي على طريقك اصبروا، بإذن الله ما فيش حد هياخد شبر واحد من سينا، وبإذن الله نخف ونرجع تاني نكمل، وبإذن الله نخلص قواتنا نروح مكاننا إن شاء الله. بإذن الله عايز أرجع لهم وأقول لهم أنتوا خير أجمد الأرض، مكملين ان شاء الله باذن الله يقضي على الارهاب اللي في سينا كله ان شاء الله، وان شاء الله يقوم بطل يرد تاني ويقضي على الارهاب اللي في سينا، وربنا ان شاء الله هينصرك يا رب عن الاعداء اللي في سينا الارهابيين والتكفيريين اللي في سينا يا رب. واعرب القائد العام عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وتقديره لعطائهم وتضحياتهم من اجل محاربه الارهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن واستقراره، مؤكدا انهم يضربون اروع الامثله في التفاني والاخلاص من اجل مصر.